لسه كتير يا فتحي؟ قربنا. شايف حد هنا؟ زمانهم على وصول. بعد العربية لحد ما تجي لك. يلا بينا. استنى هنا. جيت في ميعادك بالظبط. أنا مواعيدي دايما مظبوطة يا بطل بيه. وأنا بحب كده. وحس ان دي هتبقى فتحة خير وهيبقى في بينا شغل كتير قوي. القلب للقلب ما تكون بيه. الدولارات جاهزة. الفلوس جاهزة. هاي اللي مذكور بيه ده اللي يشوفهم ما يفرقهمش على الاصليه خالص. احنا هنقضي الوقت كده ولا ايه؟ مش نسلم ونستلم بقى ونخلص ولا هنفضل نتكلم كتير؟ لا في دي عندك حق. كفايه كلام لحد كده. ايه ده؟ مذكور عبد الفتاح انت مقبوض عليه. We'll be right back.
اديني دقيقتين بس يا فتحي. الجن الازرق هيعرف ان الفلوس دي راحت فين. كده الهارد ديسك بقى ابيض يا ورد. يعني مفيش حد هيقدر يوصل لمكان الفلوس دي غير لو معاه رقم السري اللي انا عملته. برافو عليك يا اكرم. يلا بينا. يلا ايه؟ استنى يا فتحي. والفلوس اللي في البنك دي، ده انت اي خزنه مش هتاخد في ايدك دقيقه. احنا جايين لهدف محدد. واي تغيير على الهواء في الخطه هيسيب ورانا خيط، وانا مش عايز كده خالص. يلا بينا. واقف كده ليه؟ في حاجة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لك واقف كده ليه؟ أبدا يا باشا. في واحد بس عنده غيبوبة سكر جايين ناخده وماشيين على طول. ماشي، بس اركن على جنب. اطلع. طمنا يا فتحي، الدنيا مشيت ازاي جوه؟ عينة باللوز. قول لي، عربية البوليس دي كانت عايزة منك ايه؟ ابدا يا سيدي، كان عايز نركن على جنب. ايوه والله برافو عليهم، زي ما احنا بنشوف شغلنا صح، هم كمان لازم يشوفوا شغلهم صح. اطلع. تربو حبيبي يا تيحو، اول ما استلم الفلوس ابقى اجيب لك نصيبه. ماشي يا تيحو، يلا انطلق. اشوفكم على خير. سلام يا حبيبي. سلامك يا تربو. سلام يا ده اكرم. سلام يا فتحي. سلام يا حبيبي. اكرم، ايه بقول لك؟ ايه، هات رقم تحويل الحساب. اوه كنت هنسى. هو الورقه دي بتضيع منك يا فتحي، دي فيها الخلاصه. الورقة دي لو ضاعت مش هنلاقي فلوس. خافش على اخوك، يلا انطلق. سلم لي على مرفت مراتك. يوصل يا كبير.